اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. لسه مكملين كلام عن منتخبنا الوطني اللي امبارح الحقيقه يعني كسب احترام اكتر من 100 مليون مصري. كل الناس بتدعم المنتخب المصري، ومن الاول واحنا بنقول ايا كانت النتيجه احنا يعني بنشجع منتخبنا الوطني، لانه الحقيقه شفنا منه اداء قوي واستثنائي، ويعني عمل اللي عليه واكتر. كل اللعيبه عملت اللي عليها، يعني لعبوا اربع ماتشات ورا بعض 120 دقيقه، واحنا يعني يمكن ما كناش متعودين على النوع ده. وكل ماتش نقول الماتش يخلص قبل الوقت الاضافي، يمتد الوقت للماتش الاضافي ويوصل للوقت الاضافي وكمان يوصل لضربات الجزاء. فطبعا يعني ضغط عصبي ونفسي احنا بره الملعب وحاسين بيه، فيعني اللعيبه كانت عامله ازاي ده موضوع كبير، وادوا بشكل رجولي، وده اللي فرق مع الناس كلها. الناس كلها يمكن امبارح على قد ما هي كانت نفسها انها تفرح ونفسنا ان احنا نتأهل، لكن كمان كانت اكتر حاجه انه الجيل ده يستحق انه يوصل ويتأهل. المباراه امبارح كانت كبيره امام منتخب السنغال، مباراه ما كانتش سهله بالمره، لانه يعني السنغال يمتلكوا قوه بدنيه كبيره يمكن كلنا شفناها ولاحظناها امبارح في الماتش، لكن الحقيقه انه احنا خسرنا البطوله، لكن كسبنا جيل جديد ومختلف في المنتخب المصري. كسبنا يعني لعيبه ما كناش نعي حجم اللعيبه دي عامل ازاي، واعتقد انه هيكون في بعد كده يعني اعارات كتير للعيبه من المنتخب الوطني وايضا احتراف بره مصر. اكيد هنتابع ونتكلم اكتر بالتفصيل عن لعيبه المنتخب الوطني اللي كلنا فخورين بيهم، والمرحله اللي بيعدي بيها المنتخب والمرحله كمان القادمه. كل ده هنتكلم عنه مع الناقد الرياضي عثمان ابراهيم اللي بيشرفنا النهارده. صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عثمان. صباح الخير عليكم وكل طبعا مشاهدين. يعني الحمد لله اللي حصل كان نفسنا يبقى فيه اجواء احتفاليه وبعد مشوار الصعب في كاس الامم الافريقيه، لكن قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل لمنتخب مصر، وناخد من اللي حصل امبارح ونبني عليه، ما نهدش المعبد على دماغنا كلنا. لا خلاص احنا وصلنا لمرحله كويسه جدا جدا جدا. منتخب مصر اعتقد خلال الساعات اللي جايه لما يطلع تصنيف الفيفا الشهر الجديد هذا، منتخب مصر عمل قفزه في التصنيف الدولي بسبب نتائجه المبهره جدا جدا في البطوله دي. عايزين نبني على اللي حصل وما يحصلش بقى يعني رد فعل عكسي لمنتخب مصر، خصوصا ان داخلنا مرحله مهمه جدا جدا وحلم تاني هو التاهل لكاس العالم. يعني شفت امبارح ازاي المباراه وانت بتتابعها كده؟ يعني في الاول خالص كلنا كنا في اول المباراه حسينا ان التمنه بتاعتنا، وجينا في ضربات الترجيح يعني خسرنا، لكن زي ما هدير قالت ان احنا اكيد كسبنا منتخب دلوقتي قادرين نعتمد عليه في يمكن مباريات جايه. عايز اعرف احساسك بقى امبارح وانت بتتفرج على المباراه، ويمكن احساس الفخر كمان وانت بتتفرج على اللعيبه هم بيأدوا قدام لعيبه زي ما هدير قالت، يعني بدنيا هم اقوياء جدا، يمكن مرتاحين عنا يوم زياده، مفيش الاصابات اللي عندنا، كل الحاجات دي. طيب انا قبل بس ماتش امبارح نفتكر شويه كده قبل البطوله، اعتقد ما كانش في حد متفائل تقريبا ان منتخب مصر هيطلع بعد دور ال 16، وان احنا لو وصلنا دور الثمانيه ده كده بقى اقصى طموحنا. لكن صراحه الجيل محمد صلاح ورفاقه حققوا اكتر مما كنا نتخيل. الشيء الطريف ان احنا طول البطوله الناس متشائمه ان احنا نكمل، ولحد ما وصلنا امبارح كان بقى حاله من التفاؤل غريبه جدا جدا طبعا بعد الوصول للنهائي، وكله زي ما بيقولوا كده يمكن الصدمه جايه شويه من ان احنا اتعشمنا في الحصول على اللقب. لكن طبعا الماتش ما كانش ماشي بالشكل اللي احنا كنا محتاجينه ومنتظرينه. كانت البدايه صعبه جدا جدا بركله جزاء للسنغال بسبب خطا دفاعي مشترك بين امام وبعديه محمد عبد المنعم، لكن ابو جبل تالق بعد طبعا صلاح كده شفنا لقطه كان بيغششه منيها شوت ازاي، وابو جبل تالق وصد الكره دي خلت الطموحات تعلى اكتر ان احنا قريبين، وان السنغال ضيعت ركله جزاء. لكن كان في واضح فروقات بدنيه قويه جدا جدا امبارح. المنتخب السنغالي ما خدش ماتش تقيل زي اللي حصل لمنتخب مصر. احنا لعبنا ثلاث نهائيات قبل هذا النهائي، يعني بنلعب كوت ديفوار في دور 16، المغرب، الكاميرون، لا مشوار كلهم كملنا وقت اضافي، مشوار صعب جدا جدا، وثلاث منتخبات مرشحه للفوز باللقب وتتيحي بالثلاث منتخبات. والشيء الاغرب اللي ما حدش خد باله منه قوي برضو، يعني بغض النظر عن ماتش كوت ديفوار بقيه الماتشات احنا بنلعب براحه اقل من المنافس، يعني دايما بيخش المنافس عنده يوم زياده راحه. وكان طبعا الطمه الكبرى او المصيبه الكبرى اللي حصل في قبل النهائي، يمكن من النوادر في البطولات المجمعه اشوف قبل نهائي على يومين، يمكن دي ما بتحصلش. طبعا ده دي يعني حاجه عشان كده الارهاق ده كان باين على اللعيبه في الملعب برضه، عدم تكافؤ غير طبيعي. ان كان المنطقي ان كان الاثنين سيمي فاينل مثلا يبقوا يوم الخميس، يبقى الفرقتين اللي هيوصلوا النهائي خلاص هيلعبوا يوم الاحد، يبقى في تكافؤ فرص. لكن زي ما احنا شفنا المنتخب السنغالي ما لعبش ولا وقت اضافي. لا احنا من اول بصراحه البطوله احنا شايفين عدم تكافؤ من حاجات كتيره جدا، لو هنتكلم حتى على التحكيم كمان، دي حقيقة.
حتى امبارح على فكره التحكيم اكيد كان افضل شويه من مباراه لا بكل تاكيد اكيد اكتر بكتير احسن قدام الكاميرا ولكن ولكن لا كنا كمان بنشوف من كل لمسه احنا بناخد فاول يعني لا دي حقيقه يعني حرفيا مش عايزين نركز قوي مع موضوع التحكيم لكن يمكن اللي حصل ماتش بعد اللي حصل من جسامه المصريين اعتقد يعني اعتقد يعني في موضوع اعتقد لا هو جسامه الناس محذره من قبلها لكن فيكتور جوميز المفروض انه من افضل المحكمين يعني مين فيكتور جوميز ده حكم جنوب افريقيا حكم مميز جدا جدا امبارح ادار المباراه بشكل اعتقد يليق بنهائي كاس افريقيا ما كانش فيه قرارات كان في لقطه بينه وبين صلاح بيديله صفاره وكروت هو كان لقطه كان في فاول على حمدي فتحي بس ابننا شيك الحقيقه ما رضاش يكمل هو تحكيم البار كان بيراجع بيراجع الحكم نفسه بيقول له على استنى اشوف حمدي دخل في رجل مانيه فكان ممكن لا قدر الله يديله كارت احمر فصلاح بيقول له هي كوره فاول عادي اصلا انت بتراجع الفار ليه؟ يعني كان نقاش لطيف فقال له لو انت عايز تاخد الصفاره والانذار خدهم وانا امشي دي كانت من ألذ الحاجات الموجوده في لا البطوله مليانه لقطات حلوه لكن برضو لازم نحيي لعيبتنا عاشوا ظروف صعبه جدا جدا احنا مش بنقلل من اي دوله افريقيه اكيد احنا بنحترم كل الدول الافريقيه وامكانياتها كل دوله بتحاول على قد ما تقدر انها اكيد عايزين يظهروا في افضل صوره لكن دي امكانيات الكاميرون الموجوده احنا كمان كان حظنا صعب شويه ان احنا رحنا جروه وبعد كده دواله وبعد كده يا ويندي لفينا لفه كبيره جدا جدا وده من الصعوبات اللي قابلتنا في البطوله برضو ان انت يعني بدات في مجموعه في جروه ورحتي ماتش في يا ويندي ماتش الاخير وبعد كده احنا بدانا بشكل وانتهينا بشكل تاني خالص يعني شكل البدايه ما يقولش خالص ان احنا هنوصل للفينال ويمكن ده اللي خلى عند الجمهور امل وخلى عند اللعيبه امل كبير جدا شفنا امبارح الدموع يعني حاجه توجع القلب اللعيبه كلهم تريزيجيه وهو بيقولوا تاني مره لاستوليه 2017 محمد صلاح وهو مش قادر يسيطر على دموعه فتره يعني فتره كانت صعبه جدا جدا عليهم لانه كان بينهم وبين الكاس يعني خطوه واحده طيب يعني انا الدموع دي على قد ما هي مؤلمه اعتقد انها ان شاء الله هتبقى حاجه يعني بدايه مبشره او نقطه انطلاق جديده ان شاء الله يعني زي ما بيقولوا كده الضربه اللي مش بتموتني بتقويني اعتقد ان اللعيبه بتكتسب خبرات كبيره جدا جدا احنا زي ما قلنا قابلنا منتخبات عتاوله افريقيا في البطوله دي والحمد لله اثبتنا ان احنا قادرين نقف على رجلينا في مكاسب كبيره جدا جدا مش عايزين خساره بطوله يعني تخلينا نغفل المكاسب الكبيره اللي خدناها ومش عايزين خساره بطوله تاثر على بعد كده لان المرحله الجايه مرحله صعبه جدا حلم بقى كاس العالم يعني بخلاف حلم كاس العالم المرحله الجايه فعلا صعبه لان كل اللعيبه بلا استثناء اللي راجعين لانديتهم سواء انديه محليه او عربيه او حتى في اوروبا عندهم يعني ماتشات ومباريات مضغوطه بشكل رهيب طبعاً. كبير جدا راجعين لدوري ابطال اوروبا وهنا راجعين ماتشات كتير ودوري ابطال افريقيا هنا فاللعيبه هيبقى عندها ضغط يعني ذهني وعصبي وبدني كبير جدا 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 اللعيبه الاهلاويه عندهم مباراه يعني برضو الاربع الجاي تقريبا في الاهلي كاس الانديه يوم الثلاث بكره ان شاء الله يعني يعني ضغط ماتشات كبير جدا جدا لعيبه الاهلي هيرجعوا من منتخب مصر مباشره هيركبوا طياره لابو ظبي اعتقد هيبقى صعب ان حد يشارك لكن ربما يكون موجودين على مقعد البدلاء الاهلي الماتش اللي فات كان بيلعب اكتر من 70-60% من اللعيبه مش موجودين 12 غياب منهم خمس لعيبه مقيدين ومش موجودين حضرتك تخيل ان مقعد البدلاء كان قاعد غير اصابات فيروس كورونا دي حقيقه هم 12 كان اكتر من 12 غياب للنادي الاهلي منهم خمسه مقيدين لكن شفنا تالق للاعيبه الناشئين كمان بصراحه دي نقطه مهمه ان اللاعب يؤدي الروح يمكن ده الدرس اللي اتعلمناه من كاس افريقيا احنا بنلعب بروح بغض النظر عن الفروق الفنيه خلينا نعترف المنتخب السنغالي يكاد يكون حاليا هو اقوى منتخب افريقي في الساحه هو منتخب يصنف منتخب عالمي اللعيبه لما نسمع لعيبه باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لا 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 لعيبه ليفربول تشيلسي احسن حارس مرمى في العالم يعني مندي احسن حارس مرمى في العالم لسه واخدها من ايام فمعنى كده لا الموضوع مش سهل انت بتلعبي اقوى منتخب في افريقيا وكنت ندي ليه 120 دقيقه والبنيه الجسمانيه برضو مرعبه يعني كوليبالي المدافع يعني برضو كوليبالي مدافع نابولي وكابتن الفريق واحد من افضل المدافعين العالم لا يعني فرقه فعلا متكامله في كل الخطوط عندهم قوه فنيه عاليه جدا جدا في كل الخطوط مش فرقه نجم واحد يعني الناس كلها مركزه اكتر مع ساديو ماني عشان ليفربول الناس عارفاه لكن لا الفرقه مليانه لعيبه طيب قويه جدا خليني جداً. اعرف منك بقى الاوراق الفنيه اللي يمكن نكون افتقدناها شويه امبارح احنا امبارح رجالتنا لعبوا حلو قوي لكن اكيد كان في بعض الانتقادات اللي وجهت ليهم ومنها انه يمكن كان في تغييرات كتيره قوي حصلت والناس كانت عايزه نلعب بنفس الخطه اللي حصلت قبل كده فرايك ايه مبدئيا هو كيروش بيلعب بطريقه 4-3-3 هو مش بيغيرها يعني هو مقتنع تماما يمكن التغييرات الكتير اللي بتحصل تغيير يمكن مصطفى محمد على وجه التحديد هو ده اللي كان عليه انتقادات يعني كتير برضو خلينا نتكلم برضو بمنطق اللعيبه زي ما قلنا مجهده بشكل رهيب مصطفى محمد برضو تعرض انتقادات كتير جدا جدا خد البطوله عشان ما سجلش مصطفى كان ليه ادوار تانية غير ان هو مهاجم الفريق
كان بيقدر يدافع وبيرجع يدافع مع منتخب مصر، كان هو اول خط دفاع او اول حائط صد للمنتخب اللي قدامنا. كان دايما مصطفى محمد بيقابل اللاعب اللي بيبني الهجمه للمنتخب اللي قدامنا، وعمل الدور ده في اربع ماتشات مهمين جدا قدام اربع فرق قويه جدا جدا. فمصطفى كان منهك وواضح جدا ان هو مجهد بشكل كبير. فلما حتى نزل مروان ونزل تريزيجيه ونزل زيزو بالظبط، هم بيتكلموا على تاني شروط انه لما نزل زيزو وتريزيجيه فبقى بيلعب ب 4 4 2 تكاد تكون بالظبط 4 4 1 1، لان احنا فوجئنا ان صلاح جابه من جناح اليمين خلاه مهاجم صريح. مروان حمدي كان بيلعب شويه تحت صلاح عشان يعمل دور مصطفى محمد يبقى حائط صد للاعب اللي بيبني الهجمه. هو يا جماعه كره القدم بالنسبه للمدرب عامله زي الشطرنج، يعني بيبقى معاه ادوات وبيحاول يوظفها بشكل معين في الملعب عشان يقفل على المنتخب اللي قدامه. احنا زي ما قلنا واصلين للمباراه امبارح وخلصانين بدنيا، احنا شايفين عمرو سوليه مش قادر ياخد نفسه في الملعب، كان واضح جدا جدا عمل مجهود كبير طوال البطوله. عندنا مصطفى محمد ما كانش قادر، مرموش برده عمل مجهود كبير جدا. طب البديل ما كانش ممكن يكون محمد شريف؟ دي بقى ترجع لوجهه نظر الفنيه لكيروش حسب ما هو عاوز ايه. وعلى فكره امبارح يعني كان في لقطتين لمروان حمدي كان ممكن يخطف هدف الفوز في فرصتين متتاليتين خلال المباراه، واعتقد لو كان حصلت كان الكلام هيختلف دلوقتي. فبرضه مش عايزين نحكم وفقا للي حصل، يعني نقول ايه اصل لو كان مروان جاب جون كنا هنقول كلام مختلف، فما جابش جون فنقول فين محمد شريف. زي برضه امبارح لقينا ايه فين طارق حامد. يا جماعه الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. نتمنى الفتره الجايه، يعني احنا الفتره اللي فاتت شفنا صراحه يعني مش عارف اوصفها بايه، بس للاسف يعني او اسف على اللفظ، هي بعض المهازل اللي بتطلع من الناس المفروض ان هم رموز ومعروفين. يعني احنا بنعاني شويه من السوشيال ميديا، واي حد بيكتب على السوشيال ميديا او مشهور ويبقى ترند ومحدش عارفه، لانه الناس بتنجرف وراه كمان. للاسف بقى ما يكون في ناس سواء مدربين سابقين او مدربين حاليين ورموز كرويه وبيقولوا كلام يعني غير منطقي بالمره عشان يطلع ترند شويه او يبقى مشهور شويه، ما ينفعش. لكن الحقيقه الترند اللي كان سائد امبارح هو شكرا منتخب مصر، شكرا منتخب الرجاله، وده شفناه. والناس الحقيقه الموضوع المره دي مختلف، وحاله الدعم النفسي لمنتخبنا الوطني حتى بعد الخساره استمرت. ده طبيعي. ده هدير بتقول جمله حلوه، انه الناس دلوقتي عارفه تفرق يمكن ما بين اللي فعلا زي ما انت قلت بيعمل ترند وما بين الدعم اللي احنا فعلا محتاجين نديه لمنتخبنا الوطني. المرحله حرجه، المرحله حرجه، مرحله صعبه. زي ما قلنا اللعيبه دي داخله على مطحنه كرويه خلال شهر ونص الجايين. عايزين ليه ما يحصلش مثلا، انا عارف ان اتحاد الكوره عامل اجتماع مع كارلوس كيروش خلال الساعات اللي جايه. عثمان يعني انا عايزه اتكلم معاك بقى عن روح الفريق. يعني كلنا شفنا طبعا محمد صلاح وهو بيتعامل كقائد حقيقي، وهو بيوجه اللعيبه في كل صغيره وكبيره، حتى بيتكلم مع الحكام بكل هدوء في الحقيقه، وعنده كده رؤيه للي بيحصل في الملعب وشايف كل حاجه. لكن كمان خليني اتكلم عن الروح اللي يمكن المنتخب وصلها لنا احنا كمشاهدين. وفي الحقيقه نفى بقى فكره التعصب ما بين الانديه. انت النهارده الاهلاوي بيشجع ابو جبل الزملكاوي، وكله والزملكاويه بيشجعوا الاهلاويه، لان خلاص ما بقاش فيه كده في منتخب مصر. يمكن كمان اتخيل يعني انه ممكن بعد يعني بعد خلاص ما البطوله خلصت الناس بقى تبتدي تشجع الانديه الثانيه بروح كده جميله. رايك ايه في الموضوع ده؟ طيب مبدئيا البطوله مليانه دروس، يمكن اهم درس فيها ان احنا بالروح الواحده بنقدر نحقق نجاحات ونقدر نحقق المستحيل. زي ما قلنا محدش كان متخيل ان احنا نوصل لحد النهائي، لكن وصلنا للنهائي. ممكن القدر ان احنا كويس، احنا شفنا منتخب السنغالي ما اعتقدش ان كان هيبقى فيه فرصه افضل من دي ان احنا نواجههم قبل حوالي شهر ونص من اللقاءين الحاسمين، الماتش في القاهره وماتش في داكار يوم 24 و29 مارس اللي جاي ان شاء الله. ما فيش فرصه افضل من دي، لعبوا بكل قوتهم. احنا لعبنا مش هنقول بكل قوتنا، احنا افتقدنا عناصر كتيره جدا جدا. احنا يمكن خط الدفاع كله اتغير خلال البطوله واللعيبه بتطلع وترجع، لكن هرجع للدرس المهم وهو الروح الواحده. زي ما قلت يمكن قبل ماتش النهائي كنا متفاجئنا ان في صفحات على السوشيال ميديا متعصبه للزمالك بتحيي السوليه والشناوي وحمدي فتحي واللي هم لعيبه، يعني وجمهور الاهلي كله ما بيكلمش غير عن ابو جبل وزيزو. صفحات متتاميه للاهلي، متعصبه للاهلي، وحسابات متعصبه للاهلي بيشجع ابو جبل وفتوح وزيزو وكل اللعيبه. فاعتقد احنا عايزين بقى الروح دي تستمر، ده مهم الفتره الجايه، ومش عايزينها برضه تستمر بشكل مؤقت. احنا مش عايزين دايما يعني في وسط الهجة كده بنوصل لحاجه كويسه وفجاه وننسى، نقف وننسى ونبدا تاني نرجع. لا هو طبيعي ان يكون عندك انتماء لنادي ما، طبيعي. أنا لكن مش معترض. احترام الانتماءات الاخرى. اقول لحضرتك حاجه، انا مش معترض ان اي حد ينتمي لاي نادي، مفيش اي مشكله، ولكن افصل انتمائك عن الحياه عامه. يعني شجع براحتك فرقتك واتمنى لها تكسب كل البطولات اللي في الدنيا كلها،
لكن نحاول بقدر الامكان نرتقي بالروح الرياضيه، ان انت لا تتمنى الشر للمنافس بتاعك. مش عايز اقول دي مثاليه زياده، هو بره في العالم برده ما فيش حد بيشجع حد، يعني برده لو اتكلمنا مثلا لو نادي ميلان وانتر في مدينه ميلان الايطاليه مستحيل يشجعوا بعض. لو في فرقه بتمثل ايطاليا في دوري ابطال اوروبا مثلا، لا مشجعي ميلان مشجعي انتر، ولا مشجعي انتر مشجعي ميلان. انا مش عايز اقول ان احنا عايزين نوصل لمثاليه مش موجوده في كره القدم، ولكن اللي احنا شفناه من منتخب مصر وتصريحات محمد صلاح والحته بتاعت احنا نركز على الروح، ان احنا كلنا فرقه واحده، سيبكم موضوع اهلي وزمالك وبيراميدز ومصري وفيوتشر وانديه كتير وفاركو، انديه كتير موجوده في المنتخب مصر، وامبي موجود كمان الممثلين ليهم او لعيبه منهم. خلاص ننسلخ شويه من الحته دي ونبقى في ظهر بعض. يعني حاليا سبحان الله هي جايه كده قدريه، منتخب مصر امبارح انهى مشواره، عندنا حدثين مهمين جدا 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 في الوقت الحالي، الاهلي بيمثل مصر وقاره افريقيا في كاس العالم للانديه، والزمالك يمثل مصر وكره افريقيا في كاس العالم للانديه، هذه في كره القدم وهذه في كره السله. ممكن مصر هي اللي تستضيف الحدث المهم جدا جدا، النسخه الاولى لكاس العالم للانديه كره السله، حدث كبير وحاجه جديده. لا والزمالك بصراحه متالق فيها، هي كره اليد وفي ان بلدنا تنظمها، يعني حاجه الحمد لله احنا ماشيين بشكل مختلف تماما عن الفترات السابقه. لا هو في طفره كرويه سواء على مستوى الاداء او لسه كاس العالم او كمان على مستوى اللعيبه. كاس العالم كره اليد اللي مصر نظمته نقطه تحول للرياضه في العالم في العالم، يعني الوقت الحالي في اولمبياد شتوي في بكين بيطبقوا الفقاعه الطبيه اللي مصر طبقتها من اكتر من سنه لما تحدينا كورونا، وكانت اول بطوله عالميه مجمعه للعبه جماعيه تتلعب في وسط مكان فيه كورونا، بطوله كاس عالم كره اليد. فاحنا رواد في العالم بنعمل حاجات جميله جدا جدا. عايزين سبحان الله هي جايه قدريه، الاهلي بكره مع بالميراس البرازيلي سيمي فاينل كاس عالم الانديه، نتمنى كل مشجعي الانديه كلها يبقوا في ظهر النادي الاهلي في ماتش بكره. النادي الاهلي عنده ظروف صعبه جدا جدا، بيلعب بلعيبه كتيره ناقصه جدا عن الفريق سواء في القائمه الاساسيه او الغيابات والاصابات، مع ذلك اللعيبه لعبوا بروح قويه جدا جدا، تخطوا مونتيري المكسيكي اللي كسبهم مرتين قبل كده في 2012 و2013، وكانت التوقعات كلها انه طبعا يعني في فرق صعب جدا الاهلي يكسب 12 غياب او 13 غياب لعيبه اساسيه، يعني تقريبا الفريق كله مش موجود، الفريق كله مش موجود، الراجل واخد 23 لاعب منهم خمسه مش موجودين، مقعد البدلاء كان قاعد عليها سبع لعيبه منهم اثنين حراس مرمى، يعني مفيش تبديلات. التوليفه اللي لعب بيها بيتش وموسيماني اعتقد اللعيبه دي اول مره تلعب مع بعض بالتشكيله ده حقيقي، ده حقيقي، مفيش مهاجم اصلا في الفرقه كلها. طقم المهاجمين كله خسرانين من سموحه، طقم المهاجمين كله يعني مصاب. ما كانش احسن حاجه. تخيل ان طقم المهاجمين كله مصاب، ما عدا محمد شريف مع منتخب مصر، يعني مفيش مهاجم صريح واحد في الفرقه، حتى الصفقه الكبيره انت جبتها بيرسي تاو جات له اصابه وتم استبعاده من القائمه، وبالمناسبه الشناوي بره القائمه، يعني حتى هم عارفين الشناوي اصابته كبيره مش هيلحق حتى كاس العالم الانديه لاخرها. فدي نقطة مهمة، ادي بكره ادي البداية بكره واختبار جديد للجماهير المصرية، عايزين نقف في ظهر النادي الاهلي بكره. يوم الجمعة الزمالك في كرة السلة هيلاعب برجس الاسباني، ماتش صعب جدا مصر جدا، يعني ما ينفعش مصر وقارة افريقيا ناخد بالنا الحتة دي، بيمثلوا مصر وقارة بحالها، يا جماعة احنا عندنا ناديين كبار قوي 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 حجمهم كبير قوي قوي قوي، احنا عظماء في الالعاب كلها، لازم ناخد بالنا من الحكاية دي ونستمر. وعلى فكرة روحنا الحلوة مع بعض هي اللي هتعلينا اكتر، هنعكس طبعا عليهم، وده اللي اكده صلاح في كل مؤتمر صحفي اكيد، وهتعلينا اكتر هنعكس على المنتخب. انا دلوقتي الاهلي ان ربنا كرمه بماتش بالميراس وصل النهائي لاول مره في تاريخ الكره المصريه، يبقى ضمن ذهبيه او فضيه، هيبقى حدث فريد من نوعه ما حصلش قبل كده، وتتجه انظار العالم اللي بيدوروا على محترفين وبيبصوا للكره المصريه، واسم مصر هيتقال تاني وتالت ورابع، ناس كلها تقوله. طيب نتكلم بقى عن المحترفين، بما انك يا هدير قلتي النقطه دي، يعني شفنا كتير قوي من لعيبه السنغال بقى محترفين في كلهم ده حقيقي محترفين في انديه اوروبيه، وامبارح شفنا كمان اداء يمكن منقطع نظير لفتوح. تعتقد ان فتوح ممكن يجي له بقى الفتره الجايه يعني عروض من أندية مختلفة؟ طب احنا حظنا بس السيء ان انتقالات يناير خلصت 31 يناير، يمكن في معاد الدوري التركي هو اللي مستمر لحد اليوم 8 فبراير، يعني باقي يومين، واحتمال كبير جدا جدا ان نشوف تريزيجيه تحديدا ينتقل من استون فيلا الى بشاكشهير التركي على سبيل الاعاره، ربما ده الصفقة الوحيدة الشبه مؤكدة خلال الساعات اللي جاية ممكن تعلن بشكل رسمي ان يطلع اعارة. طبعا تريزيجيه راجع من اصابة رباط صليبي ومحتاج شوية وقت عشان يستعيد تاني فورمته ومستواه، وان كان اداؤه في البطوله نوعا ما بدا يدخله تاني في الفورمه، فصعب شويه دلوقتي يبقى في عروض قويه للعيبه المصريه في الانديه الاوروبيه. اداؤه شفته ازاي امبارح؟ يعني اداؤه انا بالنسبه لي انا مش عايز اقول فتوح بس، احنا منتخب مصر، يعني احنا شفناه خلال البطوله. لا منتخب مصر ده اكيد، انا بتكلم معاك على لاعب على فكره، لكن انا بتكلم معاك على قبل ما اخش على فتوح انا عايز ابدا من حاجه تانية مهمه، حراسه المرمى، يعني احنا طبعا حراس المرمى الافارقه موجودين في اكبر انديه العالم. بس احنا على فكره احنا محظوظين بحراس المرمى من ايام من 86 واحنا محظوظين لغايه السد العالي. اللي مستغربه
اللي انا مستغربه ان احنا كمصر عندنا اعظم حراس في تاريخ افريقيا، اعظم حراس. والحقيقه انه كابتن عصام الحضري يعني مع كل كوره بتتلعب تحس انه دايم خلاصه خبرته الحقيقه. اكيد كله. بص اقول لحضرتك حاجه، احنا من زمان من الخمسينات والستينات منتخب مصر احسن حارس في افريقيا غالبا في منتخب مصر. نجيب بس عشان الذاكره الناس مش تسعفها قوي، خلينا في القريب. كابتن ثابت البطل الله يرحمه اكرامي الكبير ربنا يديله الصحه، كابتن احمد شوبير، نادر السيد. يمكن نادر السيد خد تجارب احتراف، شريف اكرامي خد تجارب احتراف في فتره من الفترات في فاينورد الهولندي. ونمشي بعد كده بقى عصام الحضري اسطوره، عصام الحضري عامل ارقام قياسيه خياليه سواء مستوى افريقيا وكمان كاس العالم. نكمل السلسله عندنا محمد الشناوي، ولما اتصاب طلعنا محمد ابو جبل، اثنين حراس اللي كان مفاجاه الحقيقه، اعظم حراس افريقيا في الوقت الحالي. نيجي بقى نشوف المنتخبات الثانيه. طبعا يعني احنا بنحترم كل المنتخبات، ياسين بونو حارس المغرب وشبيلال الاسباني، اونانا كان في اياكس وراح انتر ميلان الايطالي، مندي تشيلسي الانجليزي واحسن حارس في العالم. لا احنا حراسنا لا يقل عن هذول الحراس. احنا ليه من البدايه ليه ما نشوفش من دلوقتي نحاول ناسس بعدنا ثلاث او اربع حراس يخرجوا بدري شويه عشان بعد كده نستفيد منهم. انت بتتكلم مش بس على السن يعني؟ لا خلاص انا مش فينقوا بجد صعب شويه. انا بتكلم بقى نتكلم محمد صبحي مثلا عنده 24 سنه، بدايه من كده اعتقد هيفرق معانا جدا. مساله السن في المنتخب مساله نتوقف عندها لانه في لعيبه كتير 20 من 20 ل 30 ودي حاجه مهمه جدا طبعا، وهم اكتشافات لكيروش كمان. الراجل بقى له معانا اربع شهور ومهمته من ساعه ما جت مهمه مش سهله، دخل بطوله العرب لسه كان بيجرب، لسه بيشوف هيلعب ازاي من بطوله العرب على بطوله افريقيا. ومع ذلك في اكتشافات هي تنسب لكيروش 100%. محمد عبد المنعم هو جازف فتوح وغامر لاعب لعيبه في غير اماكنها، وده كان بيسبب له انتقادات كبيره جدا. خد انتقادات عنيفه، مش كبيره، انتقادات عنيفه، الناس شككت انت مدرب ايه وبتعمل ايه. واسمه لسه نتكلم من شويه عن الموضوع ده، يا جماعه نهدى مش كده، نحاسب في اخر عندنا الراجل دلوقتي متعاقد لحد كاس العالم، يعني يوصل ولا ما يوصلش نحاسبه وقتها ونشوف. هل لو كان في مدرب تاني كنا نشوف محمد عبد المنعم؟ يعني برضه عشان نتكلم كده بالعقلانيه والمنطق، كنا نشوف واحد زي محمد عبد المنعم، واحد ما كانش حد عمر يعرفه، عمر كمال مربوط، عمر كمال عبد الواحد حد كان يتوقع؟ لا عمر مرموش يعتبر هو اللي جابه من بره، كانش حد اصلا، ده كان خارج حسابات كل المدربين تقريبا ولا حد واخد باله منه. وحسب معلوماتي ان هم متابعين لعيبه ثانيه كمان محترفين في اوروبا احنا ما نعرفش عنهم حاجه، او احنا مش مسلطين عليهم الضوء، مش مشهورين قوي بالنسبه لنا. وانا برضو دي تجربه ثانيه مهمه، يعني في المغرب والجزائر تحديدا عندهم لعيبه بره عندهم جنسيتين، احنا ليه ما بندورش في الملف ده؟ اللعيبه اللي اصولها مصريه او ليه والد مصري او امه مصريه وقاعدين في اوروبا وبيلعبوا في انديه، احنا محتاجين بقوه نفتح الملف ده. هنلاقي ملف مهم جدا الحقيقه، لا يقل عن 20 ل 30 لاعب سنهم صغير ممكن نعمل منتخب مصري قوي جدا جدا الفتره الجايه. هرجع لفتوح، فتوح واحد من افضل لاعبي كاس امم افريقيا الحاليه، يستحق الاحتراف الخارجي، ما شاء الله عنده حاله من النضج الكروي العاليه جدا جدا جدا، قابل لعيبه يعني ظهراء الظهير الايمن في كل منتخب لعبه كان بيبقى واحد من النجوم. طبعا كان ابرز مواجهه مع اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وكان ليه بالمرصاد الحقيقه، يعني وقف قدامه فعلا، كان واقف في حائط صد قوي جدا جدا، مع ان ناس كانت بتقول دايما فتوح بنقلق منه في موضوع الدفاع او الحته الدفاعيه، اتطور بشكل كبير. طب اتطور منه طبعا، ودي هنا برضو تنسب لكروش، ده اللي لسه بقوله، الشبكه الدفاعيه القويه لمنتخب مصر. تطوير اللعيب ده مسؤوليه مين؟ ما هو المدير الفني والجهاز الفني اللي معايا ده اللي بيشتغلوا. يا جماعه احنا خدنا نهائي كاس افريقيا بدون المدرب الاساسي وبدون مساعده، الاثنين قاعدين في المدرجات. يعني برضو كانت ماساه من ضمن الماسي اللي عشناها في كاس الامم، والحمد لله ان امبارح العقوبه اتخفضت بتاعت كيروش، ويعني خلاص تم تخفيضها ماتش واحد وافتقدناه امبارح، هيرجع بقى ان شاء الله في ماتش السنغال اللي جاي يكون موجود. ففتوح واحد من اللعيبه الواعده واللي يستحقوا فعلا يحترفوا في الخارج. اتمنى فتوح يعني يخرج بره. احمد سيد زيزو لاعب مميز جدا جدا جدا، خساره ما يطلعش بره. محمد عبد المنعم 22 سنه مدافع واعد، اعتقد يستحق انه ممكن يحترف بره. عمر كمال الونش الحقيقه اللي لاعب رغم اصابته، يعني لا ونش راجل، الونش يعني واحد من افضل مدافع مصر اخر سنتين ثلاثه، وما شاء الله عليه، يعني لما بيمسك لاعب فعلا يعني صخر الدفاع جديده من بعد الجمعه. يعني انا ما تخيلتش ان هو راسه بصراحة. كانت احنا كمشاهدين شايفين الدم وخايفين عليه، سبع غرز وفضل يلعب ومكمل ولعب الماتش اللي بعده بدون تخاذل، ولا حد خد باله القماشه اللي كانت محطوطه على دماغه اللي هي الرابطه القويه دي، كان حتى واضح ان في نزيف، يعني حتى بعد هو مستمر وهو بيلعب. شفناه احنا كمشاهدين في ماتش الكاميرون، شفنا الروح، هي دي الروح دي، دي من المكتسبات اللي احنا عايزين نكمل عليها. احنا فقدنا، انا اراهن ان لو اي منتخب تعرض للي شايفه منتخب مصر كان من المستحيل يوصل للفاينل. خلينا كمان ما ننساش حجازي اللي اصيب قطع في العضله الضمه الحقيقه، يعني اصابه قويه جدا جدا، اصابه قويه. بالمناسبه ده هو مشي من المعسكر بامر من كيروش عشان يبقى فيه سرعه للعلاج، عشان هو عايزه في ماتشين السنغال، يبقى الراجل بيفكر لقدام.
في برضه نقطه مهمه احنا اتكلمنا عليها وطبعا قالها كابتن علي محمد علي، فكره ان احنا ممكن عايزين لعيبه ثانيه تخش المنتخب. عايزين نقول لو احنا بننتقد او بنقول اكيد ممكن بننصح ونقول كذا، بس كيروش قال حاجه مهمه الناس مش عارف ليه بتنساها. قال باب المنتخب مفتوح للجميع. فكل لاعب موجود في الوقت الحالي سواء طارق حامد، عشان عارف الناس كلها يعني تميل اكتر لطارق حامد وغياب عن المنتخب واللي حصل لمحمد شريف وقفشه ولاعيبه كتير، كل لاعب يجتهد في الفتره الجايه بقدر الامكان. واعتقد ان اي لاعب متميز هيخش المنتخب، المدرب عايز يكسب يا جماعه، هو المدرب عايز يخسر اكيد عايز يكسب، فكل لاعب لكن هو عنده استراتيجي برده كان شغال بيها. انا مش معترض وبيبنيها ومختلفه، والراجل وصل بيها نهائي افريقيا يعني. وعلى فكره ولما لعبنا في كاس العرب بلعيبه بودلة كلهم او لعيبه اول مره نشوفهم خد الرابع، ولما خسر من المنتخب القطري اللي بقاله ست سنين مع نفس المدرب بيتم اعداده، شاركوا في تصفيات كاس العالم في اوروبا في مجموعه فيها البرتغال وصربيا، شاركوا في كوبا امريكا كاس امريكا الجنوبيه، ودي السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت على طول شاركوا في كاس الذهبيه اللي هي كاس امم امريكا الشماليه. يعني عملوا احتكاكات مع قاره امريكا الشماليه والجنوبيه واوروبا، منتخب قوي جدا جدا تم اعداده عشان لما كاس العالم يستضيفوه اخر السنه دي يكون منتخب قوي. شفنا منتخب مصر عمل مع ايه باللعيبه البودله، كنا واقفين على رجلنا لاخر لحظه، بل كنا متفوقين وكدنا ان نفوز في المباراه في الوقت الاضافي، ودي كانت من مفاجات البطوله الحقيقه، انه مع كل اصابه ومع كل لعيب احنا معتمدين عليه بيخرج كنا بنبقى متخوفين، لان امام عاشور نزل عمل يعني شغل قوي مع انه مش بيلعب في مكانه. يمكن مراكز جديده، ما هو دي الفكره، انه إيه كانوا بيتكلموا على انه كيروش بيلعب اللعيبه في اماكن مش اماكنها، وما اخدش مثلا زي مثلا جمهور الاهلي ما كان دايما بيتكلم على قفشه مثلا، يمكن هو على طارق حامد، يمكن هو ما كانش مقتنع بمساله المركز رقم 10 في خطته. هو ليه طريقه معينه، خلينا برضو نقتنع انه نتكلم بقناعه كده، كيروش عنده تكتيك معين بيلعبه، فهو عايز يجيب اللعيبه اللي بتخدم على الطريقه بتاعته. الطريقه بتاعته دي وصلنا بيها لنهائي كاس افريقيا. نخلينا معاه باقي ماتشين كمان. لكن عندنا مشكله في الهجوم، ويمكن كابتن علي قالها ان احنا سجلنا 4 اهداف فقط خلال كاس افريقيا. لكن قبل ما نقول مشكله الهجوم، احنا عندنا مشكله في ضياع الفرص السهله. يعني احنا عندنا فرص كتيره سنحت لينا في كذا ماتش، ماتش الكاميرون على فكره سنحت لنا فرص جدا كتير جدا كبيره جدا. لا احنا كنا بنرجعه للاجهاد، ولا انت شايف له سبب تاني؟ وارد يكون اجهاد، ممكن عدم برده، ممكن تسرع اللعيبه برده غصب عنها. يا جماعه احنا بنعيش تجربه صعبه جدا في وقت قليل قوي، يعني اللعيبه دي راحت كاس عرب وراها كاس افريقيا بعدها تصفيات كاس العالم قبلها على طول، كتير قوي بصراحه. كمان جه في وقت صعب جدا في اخر تصفيات كاس العالم، واحنا لو ناخد نفتكر كان موقفنا صعب. ماتشين ليبيا فرقوا معانا بالفوز ذهابا وايابا وحطونا على طول على التراك وفرقوا معانا فعلا بشكل كبير جدا جدا. وبعد كده طبعا ماتش الجابون، فاز على الجابون، وعلى فكره الجابون منتخب قوي جدا، شفناه كاس افريقيا منتخب متماسك جدا، احنا كسبناه بسهوله في القاهره. فلا الراجل بيعمل شغل، دي شغل مختلف. طب احنا عندنا مشكله في الهجوم، ولا هي طريقه كيروش طريقه دفاعيه وفي منتخبات كبيره بتلعب بالطريقه دي؟ لا ما اعتقدش وبتسدد. ما اعتقدش ان طريقه دفاعيه، بدليل ان احنا ماتش المغرب هو بدا بتحفظ. بيبدا بتحفظ في كذا مباراه، ده كان واضح، وده انا عذره فيه، لان طبعا فرق الخبرات كبير قوي قوي بين لعيبه بتلعب لسه عندها ماتشين وثلاثه دوليين بيلعب لعيبه عندها 60 و70 مباراه دوليه، فكان طبيعي يبقى في تحفظ شويه. لكن على مدار المباريات كوت ديفوار، المغرب، الكاميرون، السنغال، كنا بنبدا بتحفظ وبعد كده بنبدا نخش بنشوف شغل هجومي. واعتقد السيناريو حصل في الاربع ماتشات، احنا ماتش المغرب كسبنا 2-1 وكان ممكن النتيجه توصل 4-1 او على الاقل 3-1. هل كيروش كان قاصد ان احنا في المباريات اللي فاتت دي كلها نوصل لضربات الترجيح؟ اكيد لا، هو عايز يكسب خلال المباراه، بالدليل ان تبديلاته غالبا بتكون هجوميه. يعني زي تبديل شريف واللي الناس اتكلمت عليه انه طب نزلته ليه؟ ما هو احنا ما كناش بنلعب لان احنا نوصل ضربات الجزاء. ده اقول لحضرتك حاجه بقى، دي بقى نقطه مهمه قوي. هو محمد شريف لو نفتكر كان اضاع ركله جزاء قبل كده مع منتخب مصر في مباراه قطر، فهو ممكن يكون خايف ان هو يخش تاني تحت هذا الضغط ونوصل لبعد ممكن مش هيحطه اول 5، يوصل للضربه 7 8 وهو يخش يضيعها، فالموضوع يبقى صعب شويه. طب ليه نزل شريف وليه طلعه؟ نتكلم بالمنطق، هو نزله عايز يكسب، ما دي بقى النقطه اللي بنتكلم فيها، هو منزله عشان عاوز يكسب، انا منزل مهاجم يحاول يخطف هدف وخلص المباراه. لكن ده ما حصلش، يعني فده الاجا للحل الثاني، انزل لاعب متميز في ركلات الترجيح، نزل زيزو وفعلا دخل وشاط اول ركله وجابها. فممكن يكون لي وجهه نظر فنيه، برضو احنا محتاجين دايما نحترم وجهه نظر الجهاز الفني، اكيد عندهم حاجات كتيره هم شايفينها فيها مشاكل وعايزه تتعدل، اكيد عندنا دلوقتي ازمه في المكان حتى وان اخطا أيمن. يعني حتى وان اخطا، يعني مساله ممكن ناس كتير بتتحدث عن مساله انه ده ظلم لمحمد شريف وانه ما لحقش يعمل حاجه وثلاث دقائق ما لحقش يعمل فيهم حاجه. 12 دقيقه بالظبط نزلوا 12 دقيقه بالظبط. ف يعني حتى وان اخطا الجهاز الفني، شغل المدرب هو اجتهاد، بيجتهد وقد يصيب وقد يخطئ.
ان هو بيجتهد. ده وعلى فكره ده كل المدربين في العالم كده. يعني موسيماني لما جه لعب ماتش اول امبارح مع المونتري المكسيكي وما عندوش لعيبه وكان بدا وحافظ على طريقه 3 4 3 ويجيب محمد مغربي لاعب من الصغيرين عنده 21 سنه ينزله في ماتش زي ده، هل دي هنقول بقى ده بيألف؟ لا، الراجل مغربي عمل اداء قوي جدا. حلو، بعدها اول تغيير عمل ايه؟ هو ما عندوش دك، طلع محمد مغربي اتصاب، لاعب مجهد مش قادر، عنده جهات في العضله، اما طلعه مش هيغامر بيه عشان الاصابه ما تتطورش وما عندوش لعيبه اصلا. رجع محمد هاني من وسط الملعب خلاه مساك ونزل كريم فؤاد في اليمين. هل محمد هاني مساك؟ لا، محمد هاني اصلا باك يمين او ظهير ايمن، وهو اللي سجل هدف الفوز. انت هنا بتعمل اسقاط على مساله انه عادي ان اللعيبه تلعب في غير اماكنها. المدرب بيجتهد وبيحاول يجهز اللعيبه في كذا مكان، يعني اكيد امام عاشور هو مدربه ومعرفه او عارف ان هو ممكن يلعب في المركز ده او ممكن في خلال التدريبات يدربه في المركز ده. احنا عمر كمان عبد الواحد وهرجع له، وده لاعب مهم جدا جدا، واتمنى النهارده ان هو برده من اللي يخرجوا بره الاحتراف. عمر اصلا احنا متعودين عليه جناح يمين او مهاجم تاني. غيابه اثر فينا امبارح؟ اكيد اثر، لان خلاص رجليه في البطوله، اي لاعب رجليه في البطوله هتفرق كتير. عمر كمان عنده امكانيات هجوميه كبيره جدا جدا. انا ما اقدرش برده الوم امام عاشور امبارح ما اداش دور هجوم قوي. اولا قدامه جبهه يسرى قويه جدا جدا للمنتخب السنغالي، يكفي ان فيها ساديو ماني، وقدر ان هو يمكن يشل حركته تماما في 120 دقيقه. احنا فين ساديو ماني امبارح؟ ما شفناهوش تقريبا غير في الركله اللي ضيعها والركله اللي جابها في الاخر. غير كده احنا ما شفناهوش غير في لقطه خد فيها انذار بسبب امام عاشور برده. طيب نستعد ازاي لمباراه السنغال الجايه؟ يعني عندنا ذهاب واياب، الذهاب عندنا الاياب عندهم، نستعد ازاي لهذه المباراه؟ ايه اللي احنا محتاجينه؟ طيب انا برده بقى النقطه دي بقى مهمه جدا جدا، لان بسمع كلام كتير. يعني انا برده عايزين لما نيجي نتكلم بالمنطق. اجي الاقي اقول ايه؟ ما اعرفش هي اجتهادات ولا تسريبات ولا موضوع ماشي ازاي. من غير ما تقول اكيد اجتهادات. استحد الكره ايه؟ هيجتمع مع كيروش، طبيعي هيجتمع مع كيروش ويقدم تقرير. ده طبيعي على فكره، بالمناسبه هيقدم تقرير ريبورت، يكتب عملنا كذا، تعرضنا لكذا، في الايجابيات كذا، السلبيات كذا، محتاجين نعمل 1 2 3 الفتره الجايه. اجي الاقي ايه؟ تحضير لتجهيز مباراتين من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل ماتشين السنغال. امتى يا جماعه؟ يعني هنلعب ماتشين امتى؟ انا لسه بقول احنا داخلين على مطحنه كرويه لكل الانديه في العالم، يعني مش على فكره مش مصر بس. يعني جدول الدوري نزل بالمناسبه الماتشات اللي جاي، وفي دوري ابطال افريقيا ده يوم الجمعه الجايه، الجمعه الجايه دوري ابطال افريقيا، جمعه وسبت الحد الكونفدراليه. عندنا 4 فرق، اهلي والزمالك في دوري الابطال، مصر وبيراميدز في الكونفدراليه، 4 فرق بيلعبوا جمعه وسبت وحد، وهيرجعوا من افريقيا يلعبوا يوم الثلاث ويلعبوا الجمعه وسبت اللي بعدهم بشكل مكثف. يبقى احنا بنتكلم ما نضحكش على الناس. اولا انت الدوري من الصعب بل من المستحيل انك تاجل ماتشات، لان احنا اصلا متاخرين ولسه الدور الاول هيخلص يمكن في مايو، الله اعلم الموسم ده هينتهي امتى اصلا احنا شغالين فيه. الحاجه الثانيه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه ما فيش تاجيل لاي مباراه تحت اي وضع من الاوضاع، هم بس اجلوا ماتش الاهلي الاولاني لان الاهلي مكمل في كاس العالم. ده بدنيا اصلا غلط على اللعيبه. انا النهارده لو بتكلم عن اللعيبه كله اكيد هيحصل له اصابات، لان بدنيا لو بيتمرن ده 1 2 3 يعني. نتكلم بالمنطق بقى، يبقى نتكلم بالمنطق، محدش يجي يقول لي في مباراه وديه قويه منتخب مصر بيتم الاعداد ليها، هنلعب امتى ومع مين؟ يعني انت هتلاعب حد بره الاجنده الدوليه ده اولا، فمحدش هيجي لك قوي، ده رقم واحد. ثانيا ما فيش وقت. يعني انديه الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري عندهم ماتشات في الفتره من 18 الى 20 مارس. يبقى انت هتلعب امتى؟ يعني هم دول الانديه اللي فيها اللعيبه معظمها لعيبه منتخب مصر، والمحترفين مستحيل يجوا لك قبل ساعه من بدايه التوقف الدولي، يبقى هنلعب امتى؟ يبقى بلاش نقول كلام مش هيحصل، يعني فكره ان يقول لك ايه في ماتش قوي منتخب مصر وماتش ودي قوي، مع مين؟ ومين اللي هيلعب؟ لكن خلينا نقول ان الناس بقت بتسمع للمنابر الرياضيه الاعلاميه طبعا الصحيحه، واللي كمان هي بتعكس نفس الروح اللي موجوده في الشارع. أكيد. بشفافيه أكيد. كبيره يعني. كفايه امبارح اللي حصل، تشجع منتخب مصر او شكرا منتخب مصر على طول، طلع ترند في ثواني رقم واحد في مصر، حاجه عظيمه جدا من الجماهير المصريه، وعندها وعي كبير جدا جدا الفتره الجايه. اللي اتمناه لما كيروش يعمل اجتماع مع اتحاد الكوره يبقى في اجتماع تاني ومهم ومصيري مع مدربي الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز وفيوتشر وامبي واي نادي فيه لعيبه بتروح منتخب مصر، يعملوا اجتماع بين المدربين في الانديه دي مع كيروش. هو ده بقى الاجتماع اللي مستنيه والمهم. يا جماعه في مصلحه منتخب مصر مهمه جدا جدا لينا كلنا. والانديه احنا اكيد الاهلي عاوز يكسب افريقيا تاني، الزمالك عاوز يكسبها بعد غياب 20 سنه، بيراميدز عايز يحقق اول لقب افريقي ليه في تاريخه، المصري هو كمان من حقه ان هو عاوز ينافس وجايب مدرب تونسي عشان المنافسه. دي طموحات مشروعه ما حدش يقدر يغفلها. لا كلنا عندنا طموحات سواء على المستوى المحلي او كمان على يبقى نجيب المدربين دول الاقليمي والعالمي. يعني نجيب مدربين دول، خلي بالكم يا جماعه اللاعب ده عنده اجهاد، اللاعب ده عنده كذا، معلش خلي يعني ايه عايزين ايه نعمل نقعد مع بعض قاعده نتفق ازاي يبقى في حمل بدني
واتفاق بين الانديه وبين كيروش وجهاز الفني منتخب مصر عشان خاطر الفتره الجايه مهمه جدا جدا، عشان يبقى فيه مصلحه منتخب مصر ما يحصلش فيه ضرر ليه ولا الانديه تتضرر، ويبقى في الاخر ان شاء الله ربنا يكرم الاهلي في كاس عالم الانديه في كره القدم والزمالك كمان في كره السله، والاثنين يعني يعملوا اداء مبهر ويعملوا نتائج تزود من نقول ايه قيمه الكره المصريه عامه. صحيح، كرة البناء قدم على المسابقة ده شيء مهم جدا جدا جدا، والحفاظ على المكتسبات اللي احنا طلعنا بيها من بطوله افريقيا اعتقد ده مهم. وزي ما قلنا زي ما في اجتماع اتحاد الكوره مع كيروش، اتمنى يبقى في اجتماع بين كيروش ومدربين الانديه او حتى يبقى في تواصل واتصالات، عشان الفتره الجايه مهمه يبقى فيها مراعاه لمصلحه الانديه اللي بتمثل مصر تحديدا، لان هم برضو بيمثلوا مصر، ومراعاه للعيبه بعد كل طبعا ما هو اللاعب هو الاساس. احنا عايزين ليه يجتمعوا عشان تحضير اللعيبه دي بشكل معين، عشان لما يجي 24 مارس الاقي نفسي جاهزين بإذن. جاهزين. ورساله ثانيه لكل لعيبه مصر، كل سواء طارق حامد في الزمالك او قفشه او اي لاعب ثاني، كل لاعب يجتهد. ادينا شفنا محمد عبد المنعم، شفنا عمر كمال عبد الواحد، شفنا احمد فتوح. فتوح طبعا كان موجود من قبل كده، لكن وصل بادائه وعلي بشكل خلاص حط رجله، الناس بقت عارفه فتوح في التشكيل الاساسي من قبل ما كيروش يقول. شفنا نماذج وامثله كتيره جدا جدا، حتى مروان حمدي كله يجتهد. ليه لا تكون انت واحد من اللعيبه، الفرصه متاحه وموجوده، الباب مفتوح للكل، عشان برضو نقفل حته اصله مش عارف بيحب فلان وما بيحبش فلان. واحنا اكيد عايزين نشوف تاني طارق حامد، واكيد عايزين نشوف تاني أكيد. محمد مجدي قفشه، لانه امتعونا في الحقيقه قبل كده. يعني كل الشكر ليك على وجودك معانا، وعلى طبعا تفصيلك لكل نقطه حصلت امبارح في المباراه. ناقد الرياضي عثمان ابراهيم، كل الشكر ليك. شكرا ليك. شكرا عثمان، نورتنا في صباح الخير يا مصر. وطبعا الشكر موصول لمنتخب الرجاله، المنتخب الوطني المصري، شرفتونا ورفعتوا رفعتوا راسنا، وانتم فخر لينا كلنا كمصر. مصريين بنشكركم على الأداء القوي الرائع، وفي انتظار وصولكم أرض الوطن بألف سلامة.